بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أولياء الأمور الكرام، أبناؤنا الطلاب، قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك لتفعيل القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، على زر الإعجاب تشجيعا لنا والاستمرار في هذه القناة. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم تدريبات إجرائية على الوحدات الأولى والثانية والثالثة. السؤال الأول يقول: أي الجمل التالية تمثل الشكل المقابل؟ أي الجمل التالية تمثل الشكل المقابل؟ بالنظر إلى الشكل المقابل نجد أنه يتكون من مجموعة من السيارات مرتبة في صورة صفوف وأعمدة، فنجد أن لدينا ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة. عن طريق الصفوف كل صف يتكون من ثلاث سيارات، فيكون الناتج ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة، أي أن الإجابة الصحيحة هي B. ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي تسع سيارات. السؤال التالي يقول: على ورقة شجر خمس حشرات انضمت إليها ثلاثة من الحشرات، كم حشرة أصبحت على الورقة؟ كل المعطيات أن ورقة الشجر يوجد عليها خمس حشرات ثم ينضم إليها ثلاثة من الحشرات الأخرى، فتكون الإجابة خمسة زائد ثلاثة يساوي، نجد أن خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمان حشرات، أي أن العدد الإجمالي للحشرات هو ثمان حشرات. السؤال التالي يقول: أوجد ناتج الطرح باستخدام طرائق الحساب الذهني. 10 ناقص 3، 10 ناقص 3. من المعروف أن 10 ناقص 3 يساوي 7، أي أن الإجابة هنا 7. السؤال التالي يقول: أي الجمل التالية تمثل الشكل المقابل؟ كما في المثال السابق نجد أن لدينا مجموعة من السيارات مرتبة في صورة صفوف وأعمدة، فنجد في هذا المثال أن لدينا ثلاثة صفوف، صف أول، صف الثاني، الصف الثالث، وكل صف يتكون من سيارتين، أي موجود لدينا عمودان، وكل عمود يتكون من ثلاث سيارات، أي أن الإجابة عن طريق الصفوف اثنان زائد اثنان زائد اثنان، اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي ست سيارات، فتكون الإجابة هي B. السؤال التالي يقول: على ورقة شجر سبع حشرات انضمت إليها اثنين من الحشرات، كم حشرة أصبحت على الورقة؟ من المعروف في هذا المثال أن ورقة الشجر يوجد عليها أساسا سبع حشرات ثم انضمت إليها اثنين من الحشرات، فتكون الإجابة سبعة زائد اثنين، سبعة زائد اثنين يساوي تسعة، أي أن عدد الحشرات الكلي على الورقة هو تسع حشرات. أوجد ناتج الطرح باستخدام طرائق الحساب الذهني. 10 ناقص 5، من المعروف أن 10 ناقص 5 يساوي 5، 10 ناقص 5 يساوي 5. المثال الثاني يقول: أحوط العدد زوجي أو فردي ثم أكتب الجملة العددية. نجد هنا العدد 20، وبالنظر إلى الشكل نجد أن الصف الأول مساوي للصف
الثاني والعدد 20 احاد صفر. ونحن قلنا عندما يكون الاحاد 0 2 4 6 8 يكون العدد زوجي. فنجد هنا ان الاحاد 0 فيكون العدد زوجي. ونقوم بعد المكعبات في الصف الأول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فنكتب في الفراغ الأول 10 ثم نعد المكعبات في الصف الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فنكتب 10 في الفراغ الثاني ونقوم بجمع 10 زائد 10 يساوي 20 وبذلك يكون العدد المجموع الكلي 20 مكعب. السؤال التالي يقول وهو من الأسئلة اللفظية لدى محمد ألبوم صور في كل صفحة من صفحاته 3 صفوف وضع في كل صف منها 6 من الصور كم صورة لدى محمد في كل صفحة؟ في هذا المثال المعطيات هي وجود 3 صفوف في كل صفحة وكل صف يتكون من 6 صور ونجد هنا وجود 3 أماكن فارغة في المجموعة فنكتب 6 زائد 6 زائد 6 يوجد في كل صف 6 صور في الصف الأول 6 وفي الصف الثاني 6 وفي الصف الثالث 6 فنقوم بجمع 6 زائد 6 يساوي 12 12 زائد 6 يساوي 18 صورة يبقى عدد الصور في كل صفحة من الصفحات 18 صورة. المثال التالي يقول أحوط العدد زوجي أو فردي ثم أكتب الجملة العددية. هنا العدد 16 فنجد أن الأحاد 6 والأحاد هنا 6 ونحن قلنا عندما يكون الأحاد 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 يكون العدد زوجي وبذلك نقوم بالتحويط على العدد زوجي. ثم نقوم بعد المكعبات في الصف الأول 1 2 3 4 5 6 7 8 فنكتب 8 ونحن نعرف عندما يكون العدد زوجي يكون العدد الأول مثل العدد الثاني ويكون 8 زائد 8 يساوي 16 8 زائد 8 يساوي 16. السؤال التالي يقول اجمع باستغلال لوحة المئة 28 زائد 21. في هذا المثال يجب علينا أولا تحديد العدد 28 تحديد مكان العدد 28 فنجد أن هنا العدد 28 نقوم بوضع دائرة على 28 العدد الثاني هو 21 العدد الثاني هو 21 وعشرات هنا 2 نقوم بالنزول لأسفل مربعين 1 2 فنقف عند العدد 48 ثم بعد ذلك نتحرك ناحية اليمين مربع 1 لأن الأحاد هنا يوجد بها 1 ونتحرك مربع 1 فيكون الناتج 49 ونقوم بتحويط العدد 49 أي يكون الناتج الكلي للعدد للمجموع 28 زائد 21 يساوي 49. المثال التالي يقول اجمع باستعمال لوحة المئة 48 زائد 31. أولا يجب علينا تحديد 48 على لوحة المئة فنجد هنا 48 فنضع عليها دائرة وقد قمنا هنا بتحديد العدد الأول العدد الثاني 31 أحاد واحد وعشرات ثلاثة فنقوم بالنزول إلى أسفل ثلاث مربعات لأن العشرات يوجد بها ثلاثة 1 2 3 فننزل بالسهم إلى أن نصل إلى 78
ثم نتحرك إلى اليمين بمقدار مربع واحد لأن الأحاد يوجد بها واحد، فيكون الناتج 79 ونضع عليه دائرة، أي أن 48 زائد 31 يساوي 49، وبذلك نكون قد قمنا بالإجابة على هذا السؤال. والآن نصل إلى فقرة الواجب اليومي. حل الورقة الإثرائية رقم 9، وهنا نصل إلى نهاية درس اليوم. دعينا الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في توصيل معلومة مفيدة إن شاء الله، مع تحيات قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.